اللغة السودانية في بداية السبعينات انتقلت انتقالات نوعية عظيمة، وكان في ناس عندهم مشروعات مغايرة مختلفة، وفي ناس عندهم نصوص مغايرة مختلفة. لما نقول في ناس عندهم مشروعات، ده يعني إنه مشروع الثقافي كله كان متسق مع حركة النقل اللي حنتكلم عنها. ولما نقول في نصوص، في شعراء كتبوا شعر لكن كان عندهم نصوص منفلتة والناس ما وقفوا عندها كثير، لكن هي في حركة الغنى شكلت انتقالات عظيمة. يعني حدير بمحمد سعيد بأغنية النازلة سمعناها كثير ولكننا ما انتبهنا لها، ما انتبهنا لها لأنه إذا أخذناها برضو بالسياق التاريخ اللي بيتكلم عنه اللي أنتجت فيه هذه الأغنية، هي أغنية مختلفة وهي أغنية بتمثل حركة الشعر اللي اتكتب الآن. ليه؟ من حيث التراكيب ومن حيث الاهتمام بتكثيف الصورة الشعرية اللي بيعملوه الشباب الآن. الكلام ده اتكتب في بداية السبعينات، وبالتالي نفتكر أغنية النازلة كانت أغنية منفلتة كنص شعري، ما بنقدر نتكلم عن تجربة حدير بمحمد سعيد كلها كتجربة كانت منفلتة أو متجاوزة للحاصل في وقتها، لكن هذه الأغنية كانت أغنية مختلفة. نجي بعد ذلك نتكلم عن مشروعات كاملة لشعراء، مشروعاتهم كلها كانت مختلفة، لكن نقرأ النازلة ونشوف كمية الصور الشعرية اللي أنتجها حدير بمحمد سعيد في هذا النص. النازلة ماشية على البحر ساحة الحلب، ساحة الشمس يا دوب بتشرق والشعاع من بين فتحات الغصون، رقرق عليه قش الدرب ما عن ندى، وقع مثل خرز السبع خيط انقطع، السمحة بوسط التمر دائما تفوت، التنة من فوق الصبيط المستبايب في الشعر، مرات تقيف منه تشيل، مرات تفوت مشغولة بشيت الكتر، السمحة بوسط التمر دائما تفوت، يتنى من فوق الجريد المستبايب في الشعر، والقمر من عش ما بيطير يحتاج عليها والفة، اللوبة في صدر الجرف من عرقه فجال الدرب، ونواره شال ومال فوق بعض وشوش وقال السمحة جات السمحة جات، ولا من شبك نواره في توبة جديد مالت بشيش، السمحة مالت وفكته شال لا تحد نواره لا تقطع صفق، شوف البحر شوف البحر يا السمحة اتقطع ترع واصبح بعيد، والترعة وسط الرملة زي كبد عسل جابوها في صينية لفترة عريس حاشاها ما قالت بعيد، شوف البحر يا السمحة يتقطع ترع واصبح بعيد، والترعة وسط الرملة زي كبد عسل جابوها في صينية لفترة عريس حاشاها ما قالت بعيد، السمحة مهما كان ترد شان تسقي شتلات الحياة وشان تسقي في البيت الأهل، ودي النازلة ماشية على البحر. النص ده نص متجاوز ومنفلت تماما من تجربة حجربي، ومنفلت تماما من تجربة الشعر الغنائي عموما في مرحلة بداية السبعينات ونهاية الستينات، لتكثيف الصورة الشعرية فيه، لعدم تغيض في الوقت ذاك بالشعر الضرفتين، كانت شطر هنا وشطر هنا، والشعر كان ماشي في الاتجاه ذا. النص ده مختلف، ولذلك إذا بنتكلم عن التطور الحصل في حركة الشعر الغنائي يصعب على الناس أنها تتجاوز هذا النص، ولا بد أن تقف عنده وتدرسه باعتبار أنه كتب في سياق في زمن تاريخي لكنه بيروها الآن بيكتبوا بها عدد من الشباب. في تقدير ايضا النقلات النوعيه المهمه جدا في حركه الشعر الغنائي تحديدا في العاميه السودانيه كان واحد من رواده عمر الطيب الدوش. عمر الطيب الدوش في اغنيه الود، وهي الاغنيات تحديدا كلها غناها وردي ما عدا الساديه غناها حمد الريح، وكانت من الحان الملحن السوداني اليمني ناجي القدسي عليه الرحمة والمغفرة. لكن عمر الطيب الدوش كان صاحب غفزة نوعية لفتت انتباه الناس لشكل جديد في كتابة الشعر الغنائي من بناديها والود والساقية، وأخيرا في العام 76 قدمت واحدة من أجمل الأغنيات السودانية الحزن القديم، ولا الحزن القديم انتي ولا لون الفرح انت
ولا التذكاري ولا كنت بتطلعي انت من غابات ومن وديان ومن نئنة ومن شهقة جروف النيل مع الموجة الصباحية ومن صحية جروف عطشانة فوق أحزانة مدكية بتطلعي انت من صوت طفلة وسط اللمة منسية تجيني ويجيني معاك زمن أمتع نفسي بالدهشة طبول بالدب وساحات لفرح نور وجمل للحزن ممشى وتمشي معاي خطان الإلفة والوحشة وتمشي معايا وتروحي وتمشي معاي وسط روحي ولا البلقاه بيعرفني ولا بعرف معاك روحي. ده واحد من أعظم النصوص ببساطة شديدة كتب، ولكن فيه تكسير أيضا للصورة وفيه فضاءات واسعة في حركة القصيدة. ولذلك كل ما تسمع الحزن القديم بصوت وردي الآن، وردي فنان عظيم، وردي واحد من الناس الساهموا في تطوير حركة الشعر الغنائي، وردي من الفنانين الأذكياء بتمر بينا ذكراه الخامسة قبل أسبوع الآن بنترحم عليه، وبنقول إنه هو واحد من الفنانين العظماء اللي ساهموا في حركة الأغنى السودانية وفي النهضة بالشعر الغنائي السوداني. وكان فنان ذكي، يعني في الوقت اللي بتتقدم فيه الحزن القديم وبناديها وقلت أرحل للتجاني سعيد، ومن غير معاد أيضا للتجاني سعيد، والتحية للتجاني سعيد، لأنه النصين دي برضو نصوص متجاوزة، قلت أرحل ومن غير معاد للتجاني سعيد. وواحد من نقول وردي ذكي لأنه كان قايد المستمعين بيدينه الاثنين، يعني في الوقت اللي بيغني لم يكن إلا لقاء وافترغنا كالفراشات على نار الهوى جينا إليها افترغنا، كان بغني البرتقال نهدت مدردم، فكان شايل سايق الناس بيدينه الاثنين. ولذلك وردي فنان يستمعوا له كل الناس ويخاطب كل الناس ويلبي احتياجات كل الناس. التجاني سعيد في الأغنيتين دي كان صاحب تجربة أيضا مختلفة ونقلة نوعية، من الأغنيات شكلت أيضا نقلة نوعية في الفترة بداية السبعينات أو بعدها بقليل، هي أغنية الراحل سعد الدين إبراهيم عن حبيبتي أنا بحكي لكم، وطهيرة من تغانى. ولذلك سعد الدين أيضا بأغنية عن حبيبتي وأغنية العزيزة، أغنية العزيزة برضه كانت أغنية مختلفة لأنها كانت تمجيد للمرأة العاملة العزيزة، واحدة من الأغنيات العظيمة اللي قدمها الراحل سعد الدين إبراهيم. الانتقالات دي شكلت مشروع حداثي مختلف ساهم فيه عمر الطيب الدوش بكل أغنياته، ساهم فيه محجوب شريف بجميلة مستحيلة وبعدد عظيم من أغنياته، ساهم فيه سعد الدين إبراهيم زي ما ذكرنا، وشكلوا نقلات نوعية عظيمة. نجيب عند الشخصيات، فأنا داير أجيب شوية عن عمر الطيب الدوش وبساطته ليه، لأنه لما نتكلم عن الشعر الحالة الشعرية ما بتنعزل عن لسان حال الشاعر، عن سلوكه الشخصي، عن وجوده الشخصي، عن انفعاله بحركة الحياة اليومية الشخصي. عمر الطيب الدوش مع كل هذه العظمة كان إنسان في قاية البساطة والتواضع والمحبة للناس وللحياة ولحركة المجتمع. وأنا يعني حزنت إني أنا تعرفت على الدوش في سنواته الأخيرة، ولكن معرفة كانت لها صداقة، وكان بيجمعنا لغاية دائم بحضور الأستاذ محجوب والأخ محمد التاج مصطفى وعدد من الناس، كنا بنزوره في بيته. زرناه في بيته وطلبنا منه، طلب مننا نقرأ له شعر، وقرينا شعر بكثافة وأصرينا على الدوش يقرأ شعر، مشى عشان يبحث في أوراقه وما كان بيحفظ شعر عمر الطيب الدوش. احتجنا نرحل كلنا لللمبة الوحيدة الموجودة في البيت عشان يقرأ من الورقة، شلنا العناقريب والحاجات بتواضعها لللمبة الوحيدة عشان عمر الطيب الدوش يقرأ علينا شعر، وقرأ علينا شعر كان من ضمن سعادته. ونحن منصرفين أصر إنه ما ننصرف إلا نتعشى، مشى الدكان جنبه جاب الفول وطلعنا بمحبة، ونحن في خشم الباب ومقدمنا قال يا جماعة ما تنسوا تغشوا سيد الدكان تدفع له ورش الفول.
عز عليه ونحن ننصرف بدون عشاء وهو ما عنده قروش العشاء. ده عمر الطيب الدوش. عمر الطيب الدوش في واحده بكل اسف من قضاياه لتثبيت حقه في اغنيه الساقيه، والقضيه كانت ضد شركه انتاج فني، احتاجوا يجيبوا ناس يشهدوا انه الزول المشتكي ده والقاعد ده البسيط ده هو عمر الطيب الدوش. احتجنا لشهداء لناس يشهدوا، دي شهيد القدال وشهيد محمد التاج مصطفى، ان الزول القاعد ده ده عمر الطيب الدوش. ودي مزالة انا بقدمها يعني، لانه الناس دي لما اتكلم عن اصحاب المشروعات العظيمه الطيب عمر الطيب الدوش وحاسم الصديق ومحجوب شريف ومحمد الحسن سالم حميد، نتكلم ما نتكلم عن اغوال، نتكلم عن احوال. وعايز احكي لكل واحد من الناس دي الموقف وشهاده شخصيه. محجوب شريف وانا كنت رئيس للقطاع الصحافي في نادي الهلال دعيته للمشاركه في ليله كانت تكريم لوردي، والوقت ذاك وردي كان في امريكا. وجاء محجوب شريف ومعه بنياته والاستاذه اميره، وكانت ليله استثنائيه في رمضان. في اخر يوم مجلس اداره نادي الهلال وزع جوائز وحوافز ماليه للناس اللي شاركوا في الاسبوع. طلبوا منا اوصل لمحجوب شريف القروش والشهاده التقديريه. انا كنت متردد جدا لانه عارف طريقه محجوب. فضربت له تليفون قلت له يا محجوب، نادي الهلال نادي كبير ونادي عنده ميزانيه لكل انشطته، زي ما بيصرف على الكوره بيصرف على الثقافه. وبالتالي الاسبوع الموسم بتاع رمضان نحن عندنا له ميزانيه خاصه. والليله اللي انت بنتها عندها ميزانيه خاصه. قال لي يا اخي انت بتلف وتدور غير تقول لي شنو. قلت له يا اخي داير اقول لك ناس نادي الهلال ادوني قروش اجيبها لك. قال لي يا اخي وش كتر خيرك اتصلت بي قبل ما تيجي، جيب لي الشهاده التقديريه وقول لي ناس نادي الهلال يكفيني انكم انتم بتهتموا بالثقافه. ده بحد ذاته حافظ. قلت له طيب يا محجوب الليله الوقفه وبكره العيد، انا وانت بنعرف اسر كثيره هي محتاجه لدعم. بدل نرجع القروش دي لنادي الهلال ما تخلينا نفكر واحده من الاسر المحتاجه نوصل لها القروش. قال لي يا ساري في هذا اليوم وفي هذه الساعه لن تجد من هو اشد حاجه من محجوب شريف. ولكن المساله مساله موقف، رجع لنادي الهلال قروشه. هذا اولا. ثانيا لا انا لا انت ما اوصي على نادي الهلال عشان نوزع قروشه لمن نحب. ده دي واحدة من أحوال أصحاب المشروعات العظيمة. محمد الحسن سالم حميد غنى للفقراء وللمعدمين، ولكن لسان حاله كان معهم دائما. واحد من الأصدقاء اتصل بحميد لقى تليفونه عند بيت صغيرة، فسألها قال لها وين حميد؟ قالت له والله يا أخي أنا ما بعرف حميد. قال لها التليفون ده لأداك له منو؟ قلت له والله يا أخي راجل قلت له التليفون ده عجبني اداني له. ضرب لي حميد بتليفون زول صديقه وساله قال لي يا حميد تليفونك وين؟ قال لي اديته زول. قال لي يا اخي طيب البنت اللي اديته له اذا كان تطلع الشريحه وتديها التليفون. قال لي هي من 200 الفرحه بقت بالتجزئه. دي قالت داير التليفون ما قالت داير الشريحه، خليها تفرح بكلمه. مصطفى سيد احمد ونحن عزابة في بيت العزابة في الحصحيصة كانت الحفلات تنتهي في اليوم الصباح قدام بيتنا في مراح بتاع غنم. سبحان الله غير كل البيوت اللي جربوا قدام بيتنا، ما كنا من النهر وما كان عندنا ليل حاجة لأنه البيت أصلا معدم والدنيا برد. نحن جينا وسط المراح ده كان في صوت أليم. مصطفى قال لي في غنماية دايرة تلد محتاجة لمساعدة.
وسط المراح خشينا من صوت الأنين، عرفنا الغرماية. وقف جنبها قال لي يا أخي في ريحة كريهة، الغنماية دي الجنين ميت في بطونه لحد ما عاد الريحة، ما في أي حل غير نساعدها نطلعه لها. وبدينا نقوم بدور الغابلة لحد ما خلصنا الجنين منها وشلناها والدنيا برد. قال لي ما بينفع كده، لازم تاكل، الغنماية دي لو ما أكلت بتموت. كان عندنا جارتنا اسمها سيدة بالدخيل، صحيناها على وش الصباح عشان تعمل لنا عيش بليلة نديه الغنماية. لحد ما هرج الصباح ساقوها، ده كان مصطفى سيد أحمد، فالملى الدنيا وشغل الناس ومات في الدوحة وجوازه محجوز في المستشفى. وعفشوا في بيت عزابة في العشر عند الدختر. كل اللي قالوا حميد، كل اللي قالوا مصطفى، كل اللي قالوا محجوب، كل اللي قالوا الدوش، كان لسان حال، ما كان لسان مغال، ما كانوا منعزلين عن مشروعاتهم ولا عن رسائلهم البسوها والوصلوها للناس، كانوا هم القصيدة الأولى اللي كتبوها. لذلك حميد لما يقول أنت يا حضن الصحارى وشوف على العرب الفتارة، الدفن الشيلي ويجروا كأسين القطارة، لا رهاب الصحر موية ولا حجار سلوم موايد، صوتكم البسرخ ينادي يا وطن عز الشدايد، كان ده لسان حاله. ولما يقول الخدير الشاد وبدع، لو في قسمة ده كان خديري، وصل مما قمت بزرع وما حضن سيدابي خيري، بيدي كمبيرا حفرته ما حصل يوم قلت بيري، وزي غير بمطرته ما فرز ظل من هجيري، تنجروا فيلم مني روح شالوا هدام الدميري، ما بكاه قليب نوح ما هو يوم بيطلع جزيري. حميد ومحجوب والدوش وهاشم صديق هم أصحاب نقلة عظيمة جدا في حركة الشعر السوداني وفي ارتباطه بهم الناس وبحركة الحياة وبالإعلام من قيم العدالة الاجتماعية والإعلام من قيم الحرية والإعلام من قيم السلام والإعلام من قيم التصالح الاجتماعي المطلوب. نحن دولة بتتميز بعدد من الجهات الجغرافية، من التنوع الثقافي والتنوع الديني والتنوع المعرفي ومئات اللهجات، ولكنها تحتاج لزول ولنخب توحد هذا الضمير في ضمير واحد حتى نستطيع أن نصنع وطن نتبهى به بين الأمم ونشعر بأنه ده وطننا، ونوقف النزيف والهجرات المتواصلة والانعزال الكامل عن ثقافتنا وعن تاريخنا وعن أرضنا وعن بعضنا وعن أهلنا. الغنى ده دي واحدة من رسالته. نحن نقول الكلام ده لأننا على مشارف نهاية ندوتنا، و بنقيف في الحاصل الآن زي ما بدينا كلامنا، إنه ما حنقول والله في قبح، لا، في سياق تاريخي بينتج ثقافة هي ثقافة الزمن.